بقول لك يا عبد الرازق، المقدم مازن جاي لك بكره عشان يستلم احراز العمليه الاخيره. تمام يا فندم. انا سمعت ان الرائد محمد صاب، حضرتك كنت تعرفه؟ ده دفعتك يا منسي، اطمنت عليه؟ اه كلمته، كان طالع مداهمه ولسه بيغلي. الواد طلع له من تحت المشمع، راح نطش طلقه في دراعه. ايه فرتكه له؟ ايه دراعه طار ولا ايه؟ ده لسه في حته شغاله بتلف يعني كده. الحمد لله. المشكله مش فيه هو، المشكله في مراته لما عرفت قلبت الدنيا. انت بتضحك عشان لما انا كلمت مراتك برضه مش كده؟ فاكر لما خلتك تتكلم مراتك عشان تجي لي المستشفى الحلميه؟ ده كان يوم يا نهار ابيض. سيبوا لك ايه، الله يكون في عونها برضه يا باشا. انا بكلمها بقول لها مسخرة يا فندم، حرم المقدم مدحت لعيبه، قلت لها جوز حضرتك خد عبوه والمدرعه انفجر بيه في المستشفى. صريخ بقى وشوت، ايه الدنيا اتقلبت انت مش فاهم؟ متعدي على المستشفى. تاني مره بقى لما خدت الرصاصه ادخل واخرج، عملت فيها ناصح بقى وكلمتها في التليفون، قلت لها حبيبتي انا نازل اجازه بس هعدي على مستشفى الحلميه كده اطمن على واحد زميلي، انت عارف معيش عربيه، تعال خديني. دخلت المستشفى من هنا، البوابه الرئيسيه اتفتحت لها، طبعا هي عارفه ان البوابه الرئيسيه اتفتح يعني في مصيبه. قالت لك بس جوزي راح، ماشيه في الطرقه لقيت الباشا لابس الترنج وعمال بيزك بالدرنقه، قلت له جوزي، قال في ايه؟ قلت له حبيبي انت لسه عايش؟ طب ما ده عفريتي يعني. ربنا يصبرها والله. افتكرت برضو النقيب احمد لما كلمت مراته، قالت لي ده جوزي مات. ده انت هتشوف ايام. روح نام، روح نام، روح نام، نشوفك. الواد ركبه ثابت. بكره نكلم مراته كتير وهيتعود. جدع رشاد، عاجبني انت مصحصح ومية مية، برافو عليك. مش بمزاجي يا فندم، العمر مش بعزاجي، واني لو ما صحصحتش ممكن يهجموا علينا في اي لحظة، يعني مش عمري لوحدي اللي هيروح، ده عمري وعمر زمايلي كله. جدع، بس اسمع بقى مني النصيحة دي، شايف جنب العمارات اللي هناك دي؟ ايوه يا فندم. التكفيرين بقى لو حب يهجموا علينا هيجولنا من هناك، واكيد معاهم قناص. هو ممكن يجيبني من المسافة دي كلها يا فندم؟ ممكن طبعا، ده لو عيل فرود. بس انا هقولك على حاجه تعملها بقى تخليه يبطل الشغلانه او يسرح بمناديل في الاشاره. قناص من مسافه زي دي عايز هدف ثابت، يعني انت لازم طول الوقت تفضل تتحرك يمين وشمال، ما توقفش مكانك ابدا. انا عايزك بقى تحيره على طول، اوعى تقف ثابت ولا تفضل في مكانك، مفهوم؟ تمام يا فندم. بس سيادتك متاكد؟ متاكد يا ابني، هو انا شغال دي جي؟ العفو يا فندم مش القصد، بس أنا بتأكد ده قناص، يعني هي طلقة واحدة وشكرا على كده. اسمع بس كلامي ما تقلقش، انت لازم تتحرك طول الوقت، ما تخلوش يجيبك ابدا، عارف لو وقفت مكانك هينتشك طلقة في نص دماغك هيطيرها لك، وانت دماغ غالي علينا. ده العشم يا فندم، ربنا يخليك. انا عايزك كده تلخبطه، ما تعرفش تلخبطه؟ هلخبطه يا فندم. انا مش عايزك تخاف. انا مش خايف يا فندم، ما بياخدش روح غير اللي خليجي. بس ممكن اسال حضرتك سؤال؟ هو في حد حاسس باللي احنا فيه هنا يا فندم، ولا احنا اترمينا هنا واتنسينا؟ تفرق معاك؟ اللي بيجي هنا يا فندم ما بيفرقش معاه اي حاجه، هي موتة ولا اكتر، بس يعني مش هين عليا ان انا اموت من غير ما حد يحس بي. مش كفايه ما حسوش بي وانا عايش؟ مين بقى قالك كده؟ ربنا حاسس بيك وحاسس باللي بتعمله، وعارف ان انت هنا عشان خاطر بلدك وعشان خاطر اهلك، مش عشان حاجه تانية. احتسب يا سيدي اللي انت بتعمله ده حاجه لوجه الله. شد حيلك يا بطل. تمام يا فندم. عرفت تعمل ايه مش كده؟ هلخبطه يا فندم. وحش.